كتبوا معنا مشاهدينا الكرام، أجواء احتفالية حماسية استثنائية ولحظات ستكتب في التاريخ بعد الفوز المستحق للمنتخب المغربي على نظيره الكندي. غتشوفوا معنا ابتسامات الجماهير اللي فرحانة اليوم بزاف. شنو تبغي تقول اليوم على الركراك؟ فرحة لا توصف الصراحة. حنا كجيل 2000 ما عمرنا حضرنا شي فرحة بحال هذه، ديما نمشي كاسات مع المنتخب الوطني، ولكن وليد الركراك هذا العام حقق لنا المعجزة وزدنا من دور المجموعات، وإن شاء الله عندنا فيك شي اللي يقدر يمشي بعيد في المونديال. علاش لا ما نمشيوش للفينال؟ عندنا لعابة كبار كأمثال حكيمي، زياس، مزراوي، لعابة كيلعبوا في دوريات كبار ويقدروا يقدموا إضافة أكثر للمنتخب الوطني، وإن شاء الله نجيبوا الكأس. اليوم الركراكي دخل التاريخ من بابه الواسع، يعني كأول مدرب مغربي يعني كيتأهل الدور الثاني من مونديال 2022. وليد الركراكي الألقاب ديالو الإنجاز ديالو كيتحدثوا عليه، حنا ما نقدروا نقولوا ليه إلا الله يسهل عليه. مدرب من الطراز الرفيع ورابيين في المونديال، وكنشكروه من هذا المنبر. وصافي 90 دقيقة من القتالية، 90 دقيقة من اللعب الجيد، شنو تبغي تقول على المباراة؟ اللعابة كانوا في المستوى، الروح القتالية والوطنية بينوها، اللعابة لعبوا نفس كعزياش أمرابط، راك كلشي شاف، رغم في الميطة الثانية تراجعنا اللور، ولكن عرف كيفاش يمتص الضغط ديال المباراة وخرجنا رابحين الحمد لله. واحد الانتظار، لا ماشي حنايا، هذه واحد الحصيلة ديال واحد السياسة ملكية لإنجاح الرياضة، وبأننا نتفوقوا في جميع المجالات، وكانت واحد السياسة ملكية الحمد لله اللي تفوقنا فيها. جلالة الملك تنهديو له هذا الفوز هذا بعد 86، بعد هذا العناء، بعد هذا الانتظار. الحمد لله بزاف ديال الشباب ما عاشوش هذاك الانتقال. الان وي ماتش اللي تخدم بطريقة عقلانية الحمد لله. وليد الركراكي صناعة مغربية، كلنا مغاربة، هذا المنتوج المغربي مادين مروكو، مادين ماروك، فابريكو ماروك، هادشي كامل خصنا نفتخروا به، نفتخروا بتمغربيات ديالنا. بعيد على اننا نكونوا تنا بوغ ايميتي لوتر. الحمد لله الحمد لله باننا في المغرب تنمتازوا بتقاليد، تنمتازوا بعادات، تنمتازوا بواحد التاريخ ديالنا اللي تنفتخروا به، وهذا واحد الانتصار هو فقط في الرياضه، ولكن تيعطي بان هناك عمل كبير ديغيغ. انا كنقول بالنسبه دابور للجامعه الفو ميو تار كو جامي. الحمد لله عندنا مدربين كفؤ مغاربه، عندنا طاقات مغاربه، يعني يمكننا نتكئوا عليهم، يمكننا نعتمدوا عليهم. والف مبروك للوليد الركراكي، ونتمنى ليه يعني مشوار يعني وتوفيق، لانه يستحق، ونحن نحترم كل لي ديسيزيون ديالو، والله يعطيه الخير، وديما مغرب والحمد لله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه غنبغي نقولها، اخيرا تاهلنا للدور الثاني من 86. انا كواحد من جيل 90 الحمد لله على هذا، الحمد لله على هذا التاهل. ثاني حاجه غنبغي نقولها هي اعتمدنا على مدرب وطني ود البلاد، السي وليد الركراكي، اول مدرب عربي غادي يدوز، اول مدرب عربي غادي يدوز الدور الثاني، باش نكونوا واقعيين. ثالث حاجه غنبغي نقولها تحيه للرجال القتاليه ديالهم، 7 نقاط، تخيل اول مره في التاريخ غادي يربحوا 2 الماتشات في الجروبات، ما عمرها كانت في التاريخ، شحال من حاجه دارها وليد وداروها هذا الجيل، سمعتوني. ثالث حاجه غنبغي نقول المنتخب اللي جا حنا ما خايفينش منه. هذاك الشيء اللي كاين، هذه فرحه الحمد لله، نصرنا الله. فوالا الحمد لله، فعلى الرجال هذه الفرحه راه جات بعد عمل. اول من الاسس ديال هذا العمل هو السيد وليد القجع اللي جا للجامعه الملكيه وخدم وجاب اوطور، والحمد لله هو اعتمد على ود البلاد. ووليد الركراكي باش عجبني داك الشيء اللي بغى الجمهور المغربي حقه ليه، جاب حمد الله. الحمد لله على التاهل، انا فرحانه بزاف قش اهلنا وطلعنا ب7 نقاط، طلعنا متصدرين، هذه راه بحد ذاتها افتخار لينا، وان شاء الله نوصل الادوار النهائيه وغننافسوا المنتخبات الكبار وغنكونوا ند ليهم، وكل شيء غيشهد ان المغرب كاين والمغرب واقف والمغرب ما جاش من فراغ، المغرب حاضر في كل شيء. والرياضه ثبتنا اليوم احنا اننا رياضيين افضل
الرياضي الاول ديالنا اللي هو محمد الجهادي الله ينصره. الحمد لله وانا فرحانه بزاف والتعبير ديالي ما يعبرش على داكشي اللي عندي لداخل. الحمد لله وشكرا لولاد البلاد وشكرا لكم. الحمد لله كنا متخوفين بعد تسجيل المنتخب الكندي الهدف، لكن منتخب عندنا الحمد لله منتخب قوي، منتخب كبير، منتخب اللي عطى كل ما يمكنه يعطي اللعاب اللي يعطي 100% راه عطى 200%. تنبغي نشكر اللاعبين، كل اللاعبين لا اللي لعبوا لا اللي في الكرادان لا اللي في الاحتياط. تنبغي نشكروا المدرب وليد الكراكي اللي هو ثبت على الجدار. لا الحمد لله هذا انا نجيك الحمد لله فعلا انه وليد الكراكي دخل التاريخ من ابو اوسع ديالو، كما انه بعد لان المنتخب مغربي ما يمكن له انه يقلي الا ولد البلاد، ولد البلاد اللي تيعرف اللغه اللي تيعرف كيفاش يحمس اللاعبين كيفاش يعطيهم ديك الشحنه القويه. تنظن على انه المنتخب المغربي ما غيوقفش لهذا الحد. انا تنقول ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غيوقف الا ان شاء الله في مربع ذهبي ولما لا ينافس، لانه بكل صراحه فريق متكامل فريق قوي. في الاخير تنبغي نشكر هاد الناس هاد الشعب اللي كان جا تفرج في هاد المقابله والشعب اللي هو وراء التلفاز وجميع الشعوب جميع الشعب المغربي من طنجه العاليه الى القويره الغاليه. تنبغي نهدي هذا الفوز لقائد امه محمد السادس حفظه الله اللي راعي الرياضيين واللي ما فاتي انه تيهتم برياضه كره القدم او جميع الرياضات يعطي ذوك الشحنه القويه لجميع الرياضيين. تنبغي كذلك تنبغي نشكر رئيس الجامعه الملكيه فوزي القشع على كل ما عطى لهاد البلد على كل ما عطى لنا. الحمد لله ولا عندنا صوت مسموع في لا سواء افريقيا او عالميا الحمد لله. في الاخير تنبغي نوجه رساله لوالد الكراكي تنقول له سير الله ان شاء الله الى النهايه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.